نعم، هناك توافق أمريكي على العملية العسكرية في رفح، ولكن الخلاف يجب أن يكون هناك خطة لإجلاء المدنيين من محافظة رفح لتجنب وقوع المزيد من الضحايا. اتفاق بالعموميات والخلاف بالتفاصيل، ولكن باعتقادي أن ما يعرف بالرصيف البحري التي تقوم بإنشائه الولايات المتحدة الأمريكية على شواطئ غزة سيكون خلال أسبوعين جاهزا أو 20 يوم على الأقل. في حال تم تجهيز هذا الرصيف وإدخال المساعدات الإنسانية الدوائية والغذائية من هذا الرصيف البحري العائم، سيكون هناك اجتياح من محافظة رفح، لأن الاجتياح في هذه الأثناء يعني توقف دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة كونه الشريان الأساسي لإدخال هذه المساعدات. ثانيا، ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من إقامة مخيم للنازحين في منطقة جنوب خان يونس بمعدل 40,000 خيمة هو لإجلاء المزيد من النازحين المدنيين من محافظة رفح إلى هذا المخيم، بمعنى أن العملية العسكرية في محافظة رفح قد اقتربت شيئا فشيئا. وهناك تصريحات مؤكدة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن اجتياح رفح هو قادم، سواء تم الهدنة والصفقة مع المقاومة الفلسطينية أو لم تتم، بمعنى أن إسرائيل مصممة على اجتياح محافظة رفح. ومن هنا الاعتبارات: الاعتبار الأول، كما تدعي وجود بعض الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة في المحافظة ويمكن تحريرهم، والاعتبار الثاني السيطرة على محور فيلادلفي الحدود مع جمهورية مصر العربية. الموقف الأمريكي يتحفظ فيما يتعلق بالمدنيين والمخاوف المصرية أيضا. هناك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لأن مصر تقول أن الاجتياح رفح وتهديد الأمن القومي المصري والحدود هو انتهاك لهذه المعاهدة التي تخضع للجنة العسكرية المشتركة ما بين مصر وإسرائيل. والقضية الأخرى أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري من محافظة رفح إلى داخل الحدود المصرية، لأن هذا يشكل تهديد للأمن القومي المصري. هذه التخوفات والاعتبارات تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية على محمل الجد وفي عين الاعتبار. في حال تم إجلاء المدنيين إلى أماكن أخرى في وسط القطاع وجنوب خان يونس، وأخذ الملاحظات والاعتبارات المصرية في عين الاعتبار، سيكون هناك قريبا اجتياح لمحافظة رفح من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طيب، في ظل الحديث المؤكد، يعني نتنياهو قال بأنه مسألة اجتياح رفح مفصولة، أو فصل مسألة اجتياح رفح عن مسألة الهدنة بين أو اتفاق بين حماس وإسرائيل، ما المتوقع من رد حماس؟ يعني على ماذا تراهن حماس؟ كيف هو موقف اليوم حماس؟ يعني في الحالتين اليوم إسرائيل تقول بأنها ستجتاح رفح، ماذا لدى حماس اليوم لتقدمه؟ هل ستقبل؟ هل سترفض؟ وعلى ماذا تراهن وتبني قرارها؟ لا شك أن حماس قدمت الكثير من المرونة في جولات المفاوضات السابقة. المشكلة الآن هي لدى الاحتلال الإسرائيلي وليس لدى حماس. حماس لم تعتدي على أحد. حماس موجودة داخل حدود قطاع غزة وهي تدافع عن نفسها وتدافع عن شعبها. هذا الاحتلال الذي يقوم بقصف المستشفيات وقصف المدنيين وقتل الأبرياء وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، ماذا تريد أن تقوم به حماس؟ حماس تدافع عن نفسها وتدافع عن وطنها وتدافع عن شعبها وتدافع عن المدنيين الفلسطينيين. المشكلة ليست لدى حماس، المشكلة لدى الاحتلال. دكتور، أنا لا أسأل ما مشكلة حماس، أسأل اليوم كيف سيكون رد حماس، هل ستوافق على الهدنة أم لا؟ لأنه هذه هي الفرصة الأخيرة كما يصفها مراقبون، وعلى ماذا ستبني قرارها؟ قرار حماس مبني بناء على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وفيما يتم عرضه من قبل المصريين هو يدرس من قبل حماس القيادة السياسية والعسكرية، وسيكون هناك رد. ولكن التركيز الآن لدى حماس على قضيتين أساسيتين: القضية الأولى الوقف التام للحرب في نهاية هذه الهدنة، مراحل هذه الهدنة، والقضية الثانية أن يكون هناك حل سياسي ومستقبل سياسي. المشكلة الفلسطينية ليست مشكلة إنسانية أو مشكلة مساعدات إنسانية، المشكلة هي سياسية: إنهاء هذا الاحتلال والتوقف التام للحرب وللعمليات العسكرية، وهذا ما يرفضه بالتأكيد بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة.
دكتور، في سؤالي الأخير لحضرتك اليوم، بعض المراقبين يذهبون إلى أنه نتنياهو يتمنى أن تقول حماس لا لهذا الاتفاق لكي يلقي باللوم على حماس في مسألة يعني اجتياح رفح في هذا التوقيت أو بشكل يعني أسرع أو مباشر. هل يعني كيف نريد أن نفهم كيف الآن تفكر حماس؟ هل ستقول لا أم نعم؟ يعني كيف سيكون جواب حماس؟ هل بالتأكيد حماس لديها رؤية وتعرف ما الذي يحدث أو تعرف اليوم كيف تفكر الأطراف الأخرى؟ فهل سيكون هناك بتقديراتك سيكون هناك صفقة قادمة؟ هناك رد إيجابي حتمي من قبل حماس، ولكنها تركز على النقطتين، وقف الحرب وحل سياسي. إمكانية أن يكون هناك هدنة وصفقة قادمة يعتمد على موقف بنيامين نتنياهو وشركائه في الحكومة وليس على موقف حماس. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من القدس الدكتور حسين الديك، خبير بالشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.